يعني يشوف الوضعية نتاع الجزائر اليوم من ناحية سياسية. ولما قلت باللي كيفاش نحافظ على الاستقلال نتاعنا السياسي، أيضا لازم نحافظ عليه من خلال الاقتصاد، لازم الاقتصاد نتاعنا يتحرر أيضا، لازم الاكتفاء الذاتي، هذا نوصل الاكتفاء الذاتي، واليوم عندنا إمكانيات باش نوصل الاكتفاء الذاتي، باش نكونوا حرار، باش الكلمة نتاعنا تكون قوية في المحافل الدولية في العلاقات الثنائية ولا الدولية، الكلمة نتاع الجزائر تكون قوية. يعني اليوم السلاح نتاع الإعلام عنده أهمية كبيرة، وأنتم عندكم دور كبير ودور تاريخي. نقدر نختلف في الآراء، نختلف في التوجهات، نختلف، ولكن الشيء اللي وحدنا هي الجزائر. الشيء اللي يمس الجزائر قال حبس.